السلام عليكم يا عيال. يعني ادري اني مقصر صراحه في اللعبه، بس والله ما كنت في البيت، كنت مسافر الصدق يعني. لكن نزل تحديث يا عيال، خلينا نشوفه. نزل تحديث، وتحديث يعني يفرق قوي مره الزبده. خلينا نطلع من البيت ونشوف ايش تغير. اوكي، البيت ما تغير في شيء. حاليا ما في شيء متغير. شفت اللي طلع لي؟ اوكي، نروح المحل ونشوفه هناك. بسم الله، صباح الخير. محمد بالله ركب لنا تيربو في السيارة. الجوع عندي 62، اتوقع لازم ناكل قبل ما نروح المحل. فخلنا ناخذ لنا لقمة كذا على السريع، وان شاء الله تكون في وسط تفاح بعد كذا يترزق الله. احد التحديثات الجديدة انه اوكي ما اقدر اكل اكل مستعمل، بس انه اضاف وجبات ثانية، برجر، بيتزا، ما ادري يعني هل يفرق في الجوع. المفروض يعلمني كم يشبعني، بس انه اهم شيء انه حط وجبات. يعني مطعم برجر ما كان يبيع الا بيتزا. طيب خلنا نقعد في الطاولة. ما في ولا طاولة فاضية. اجلس. اوكي جلسنا. بسم الله. ولد لا تزحلق يا ولد، لا تزحلق عيال. يا عيال تزحلق. اوكي اكلنا بالعافية. ما ادري كم نقصني، بشوف المنتج. زبدة ان برجر ما اتوقع انه ينقص كثير مقارنة بالبيتزا. المهم خلنا نروح نشوف الاشياء اللي اضافها، الاشياء الواجد اللي اضافها. هذه الشاحنة ما كانت فيه ولا؟ ولا هذه تحريات خايسة؟ اوكي افتح المحل. اوه هلا والله. ديم. اوكي زين ما طير الطاولة حقتي. زين ما طير الطاولة حقتي. اوكي جانا الزبون. طيب في سلم. هلا والله. ايوه شلون نستخدمه؟ كذا نطمر يعني نطمر بس. اوكي نايس. اوكي طيب هذه تغير شكلها ولا صوابين؟ الشامبو ظهر تغير شكلها، شكل جديد. اول شيء جدران، شو سالفتها ما ادري. شو نستفيد منها؟ نحط لنا عشان غرفتنا ما حد يجينا. تصدقون انها تنفع تسوي لنا مكتب خاص فينا. خلنا نحطينا في الزاويه ورا الكاشير. ايوه دور فريم. اوكي راح يكون هنا. الو شلون نحط ذا؟ والله بيصير مكتبي صغير الزبده مره. سعدي. اوكي باقي لنا جدار نحطه هنا. اخاف الجدار يصير برا لانه شكله ما في مكان له او مكان صغير. المهم الباب نركبه وكذا خلصنا من نص المكتب يا عيال. هذا حبيبي باب حمام ذا. اوكي لا حد يجيني. ها لا حد يجيني، انا في مكتبي. اقلعوا المكتب الفاضي يا عيال. طيب خنشيل نحط هذه هنا ونحط الطاوله. يصير فرضا دخلنا مع الباب هذا تصير هنا الطاوله كذا. يعني ايش نسوي؟ ما في الا كذا بعد، او نخليها كذا. واللابتوب. اوكي بقينا بس الجدار نصك فيه وخلاص انتهينا، صار عندنا مكتب خاص فينا. اوكي ما ادري شلون نشتري جدران. شكرا على الفلوس. وهنا وش اقدر استفيد من اللابتوب؟ هل اضاف شيء في اللابتوب؟ نقدر نحط حق جرايد. واقدر احط كاشير ثاني. وات يا حبيبي، في نقدر نحط حق نظارات شمسية، نحط مكينة اللي تحط فيها ريال وتعطيك مشروب وما ادري وشو، ساندويتش، اسبريسو ماشين يسوون قهوة، مكينة. يا الله وشو ذا؟ هذه الشكاوي ما في اق، ما في. اوكي حلو، هذه مرة حلوة ترى، انه ما في بيض وما في كذا يعلمني. هذا ترى مرة شيء جبار. بس في شيء اضافه برضو بس ما اقدر اسويه الحين، ما ادري ليش، يمكن عشان لازم جوال والله اعلم، اللي هو انه يوصل لي طلبات. بس الظاهر لازم يكون معي جوال، ولا انا ما معي جوال. اصبر تكرني قريت تو صح كانوا كاتبين يبغون بيض، صار في بيض في اللعبه.
يا حبيبي وش ذا الابديت القوي ذا؟ لعبه جديده صارت يا حبيبي، وش السالفه؟ اوه حتصبات عشان خلاص ما عاد تقلب. محمد وماذا حل انك قاعد تحرمني من الاختصارات يا اخي؟ يلا شو نسوي؟ اوه صك البوابه، تصدقون ما قد دخل جوا المستودع، اقلعوا القهر، ما جتني فرصه اني ادخل اتفرج. أوه. والله تغيرت اشياء واجد. افيلبل سون لسه ما جاء. لسه ما في توصيل، اوكي. أوه صدمت سيارتك، ضارب. ما اقدر اناظر وراء. اقدر الحين لبق من ورا شارع الصبات. اقدر البق سيارتي جوا على طول، اتوقع. اوف والله دخلت جوا المحل. اصبر اصبر قلة حياة ذي. طيب اوكي. اوه هلا والله. جاب لي كلب، وش ذا؟ وش ذا التوسيع؟ اصبر اصبر. هلا والله. سناكس. جب 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 جب. هذه نحطها عند الكاشير. يا عيال والله بيصير شيء بطل. والله صح عليك الزبدة. والله صح عليك ابديت. ايوه. شلون 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 حطيت شلون حطه؟ سبرو يا حبيبي، وش السلاسه ذي؟ ياهو ياهو. هذا وشو؟ باستا. نبي بيض، كان يشتكون من بيض. وين البيض يا صديقي؟ عندك البيض انت ولا؟ اصبر لك، افتح محل ثانيه، محل ثاني قصدي. لا ما افتح محل ثاني، فمفروض البيض هنا. وين البيض؟ وين البيض؟ وين البيض يا ورع؟ يعني ما في بيض؟ شو السالفة؟ كانوا طالبين بيض. ها معجون. هذا اهم شيء، هذا اهم شيء صراحة، يعني هذا اهم شيء. كل حد فمك بخايس، ايش نسوي؟ اوكي تشيبس، نشتري تشيبس والله رخيصة، خلنا ناخذ نعبي بس كذا المحل. اصبر لا يكون برا في بيض ولا شيء، وانا ما ادري. نو سوفتنر، يبغى سوفتنر بس ما في بيض. وخص والله عندك ثلاجات واجد. هذا سوفتنر بكم؟ 60. يلا هذا اخر شيء نشتريه، مو مشكله مو مشكله مو مشكله، ان شاء الله انه يسوى. طيب قفل، مشينا للمحل يا حبيبي يا حبيبي. هل راح يضيف مزرعة بعدين؟ والله يضيف مزرعة. شيل خريطة مصدم. لا يا الله، أنت ما تجيك تجي تساعد أنت الغراض ورع. جراج وات؟ لا ستورج روم يا عيال. وات كاستمرز كان بي جيرس، اي لاف يو، اي هيت ماي جاب. ورع من الكاتبة، أنت الكاتبة يا بزر، تكره الشغل ايه يا ورع؟ كل ما اعطيك $50 يا بزر. No texting on the job. Okay. Please restock the newspaper jack. Always smile. طيب اقدر اكتب انا؟ ابي اكتب. المفروض نقدر نكتب. والله بتصير حلوه الاضافه ترى يا محمد. طيب توث بيست مع معجون اسنان. حطه في الارفف هذه اللي تحت. لا طفت الكهرب. طف الكهرب على الكلاب. فلوس. فلوس. اوه 301 حلو. يجوني زباين حتى ما في كهرب. اوكي كويس، دام بس لمبات فطز يعني. خلينا نحط هنا المعجون. المعجين. مع ان مكانها شوي غلط. بس اتس اوكي يعني. بس حلو موضوع الكمبيوتر انه يعلمني وش ناقص، هذا بعدين لما يصير محلنا كبير. الفكرة أزمة صراحة، لأنك ما تقدر تعرف كل شيء ناقص وكذا، فكويس يكون في ملاحظات مرة كويس. طيب الكوفي شو وضعه؟ أوكي عندنا مليان كوفي، خلنا نحط الستوك هنا. الكاجو أو ذا ما شو اسمه موجود. أوف والله واجد يا أخي الكاجو والقهوة، ما حد يشتريها. طيب أكل الحيوانات الظاهر باقي بعد. هذا اللي فوق أكل الحيوانات. أوكي مفروض السلم صراحة، بس خلاص تعودت على المطامر. نو شوكلت، تعال كثيرين يبغون شوكلت قسم بالله. اوكي شوكلت شكل من الاشياء المهمة اللي لازم نشتريها، شكل عليه طلب مرة كثير. اوكي هذه يصير ان شاء الله الستوك الجاي. شوكلت وبسكوتات، يحبون ذا الخرابيط والله، يحبون ذا الخرابيط. اوه واحد شرى معجون، الله طلع في ناس نظيفة في المنطقة كويس. هذا وش هو؟ هذا سناكس، سناكس طبعا هنا.
في الرف هذا اللي عند الكاشير هذا لما يجي احد يحاسب يشوفه في وجهه يروح يشتريها. ترى هذه خطتهم الكلاب كذا في دائم السوبر ماركت كذا تلقاه يحطون الشوكولاتات والعلوك والخربيط دي عند الكاشير. اوكي ما انا بدافع كهرباء ما انا بدافع ايش بتسوي اللمبات طفيت ايش تبي تسوي اكثر من كذا ورع مثل البزر اللي اخذ لي في الوسط يا اخي لا تخرب علي الترتيب يا ورع نو اكس وش البيض يا اخي من وين لنا بيض ما اوه وش فايتني انا في شيء فايتني الظاهر هذه فكيت المشروبات هذه مدينا نحط واحده عندنا في المحل وش ذا وش طلع ديري برا وش احط برا احط هنا ستاند وكذا خاف يسرقونها طيب نشتري ماكينات عصاير ولا نيوز بيبر ستاند جب 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 وينها 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 اي والله هل والله هلا والله بالجرايد ما حد يقرا جرايد الحين بس يلا تعال بشيل المكتب لازم لنا جدار مشينا نشتري جدار قبل الفشله خلص شوكولات ملك اوه يبغى لارج خذ اثنين سمول وخلاص يا بزر هلا بالجدران ما عندك جدار صغير 50 اوكي جب 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 وش ذي الرفف وات صراحة ما عجبتني ما راح استخدمها استخدم هذول بس ولا هذول بعد هذول حلوات يا اخي مرة ناخذ لنا واحدة والله حلوة دي يا الحلوة والله حلوة هلا يا الله بتضيع فلوسي انا على الطاولات يا حبيبي ما عاد عندي فلوس مقاضي اوكي الرف اللي شريته تو هو اللي نحط فيه الشوكلت مفروض وكذا الخرابيط دي ستروبري بسكت هذا ودي اشتري صراحة بس يخرب بيته غالي شوكلت هذه شوكلت اطعطنا يا كثر ما ليبونه طفوك هنا ناخذ شوكلت اسمه شوكلت ملك ولا كثير ما له داعي احس ما له داعي هذه نوتيلا بس انها تقليد ملح إيه هذا صوص يبونه صح طيب هذه كوكيز خلينا ناخذ كوكيز قد اذكر طلبوها الحلقه الماضيه الظاهر طيب باقي لنا 90 ناخذ كب كيك خلينا ناخذ شوكلت ملك ناخذ شوكلت ملك حطه في الثلاجة، الثلاجة بدأت تفضى الحين. بيتي ظلام، حتى بيتي ما في كهرب، يا حبيبي. يا الله، حتى البيت ما في كهرب. محمد، جتني علبة ثانية، وش هي؟ وش السالفة؟ وش؟ اصبر اصبر مشينا. شو؟ يوه يا عيال حسبت اني انسرقت يا عيال حسبت انها قلشت اوكي اوكي اتوقع انه كوفي بيز فاصوليا محمد بالله لا تصلح القلش اذا قاعد تفك لي ازمه يعطيني شيء ببلاش افتح المحل يا ورع بزر انت افتح المحل لا تخسرني يا ورع عطنا الراوند تشيلف هذا نحطه هنا عند الباب ولا نحطه هنا ولا نحطه عند الثلاجة كذا اي عند الثلاجة ينفع نايس طيب هات الكوكيز حنعبيها اوكي هذا خلينا نرجع الستورج بما ان ما ودي امليها صراحة كلها كوكيز نشوف بعد شوي اذا كان الاغراض يعني لسه ما زبدة اذا في مكان حطيت هذا وش هي بيز هذه الفاصوليا عندي واجد اصلا شوفوا وين اخذت ما خلصت اوكي 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 خربت بس الخرابيط هذه عندي خرابيط واجد الصوص هنا نحطه خلينا نحطه تحت اوكي الصوص اتوقع بحطه كله بما انه ما شاء الله صغار حبات مره صغيره هذا شوكليت هلا بالشوكليت تعال 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 في بزارين واجد يبونك انت اوه هذا صندوق مدري كرتون شوكليت خلينا نحطه هنا يا اخي صندوق كرتون ما ينفع نحطه هناك حطه هنا مع الكونفليكس بدا يجوع اللاعب لا اله الا الله اوكي خلينا نخلي فوق هنا ونوزع نايس هلا والله
اهلا والله الله والله مفيد السلم مرة. جوعان ما اقدر امشي. طيب طيب عادي تحمل شوي بس اني نركب ذا. يا حبيبي الله يمشي. اوكي مسكين. اوكي مو واضحة. حلو اهم شيء انه هنا ما تكون واضحة هذا اهم شيء. هلا بالمكتب يا عيال. طيب يلا يمشي. اوكي 294 309 لو دفعنا. اوه يبغى نلعب بنزين بعد. يوه يبينا نلعب بنزين، يبينا ندفع راتب، يبينا ناكل، سد الديون. يا الله والله حياة قشرة يعني فاتورة بعد. يا حبيبي الله يعين. عادي فترة وتعدي إن شاء الله، فترة وتعدي إن شاء الله. عطنا بيتزا بس ميتين جوع. يلا أنا متأكد يعني متفائل متفائل إن البيتزا ذي مرة راح يكون معها موز ولا تفاح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. كل كل بس بالعافية على قلبك وجع. خلنا نقول نحول من فلوس. اوه ما اقدر احول من الكاش هنا، لازم اروح البنك. اوكي اوكي مشوار. خلاص راح اسويها هذه ان شاء الله خلف الكواليس. المهم راح نوقف هنا. ان شاء الله انكم استمتعتوا، لا تنسوا تشتركوا في القناه واحط لايك لكم مقطع. سلام.